بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه مرحبا بكم عندنا في الملعب ديالنا. كيف ما كيعرف الجميع كيف ما ديما لو سي تي في ديما متبعانا. الاستعدادات كتمر عندنا، ما غاديش نقولوا استعدادات عاديه. دابا خرجنا من غمار البطوله الوطنيه، غندخلوا غمار ديال لا تشامبيونز ليغ اللي الاستعدادات ديالها كتكون بوحدها، وان شاء الله غادي نمشيو باش نرفعوا رايه ديال البلاد كيف رفعناها في شمال افريقيا. والحمد لله احنا غاديين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه وطيبه باش نزكيو بها على كره القدم النسويه، اللي كيف ما كيعرف الجميع هو انه هاد لا تشامبيونز ليغ مشاركين فيها جوج الفرق مغربيه، لفريق جيش الملكي كفريق البطل وحنا كوصيف البطل. وان شاء الله غادي نمشيو نقدموا واحد المقابلات اللي نشرفوا بهم كره القدم النسويه. وكيف ما كتعرفوا غادي نمشيو ماشي باش غير نشاركوا فقط، باش غنمشيو باش غادي ندافعوا على الحظوظ ديالنا ونجربوا الاجواء الافريقيه، وان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا ونهزوا بدرابو ديال البلاد. شيماء مرتجي، لاعبه فريق سبورتينغ دار البيضاء. فالحمد لله الاستعدادات اللي كنوجدوا لدوري ابطال افريقيا كدوز اجواء مزيانه، اجواء حماسيه. ف المنافسه ما غاديش تكون سهله، وبالنسبه لنا حنا كاول فريق واول ثاني فريق غادي يمشي يلعب تصفيات دوري ابطال افريقيا وغادي نمثلوا الرايه ديال البلاد. فبالنسبه لنا فهي مسؤوليه كبيره، وغادي نكونوا ان شاء الله على قد المسؤوليه باش نهزوا الدرابو ديال البلاد ان شاء الله. الجروب ماشي سهل، فطحنا مع سان دونس اللي بطل النسخه الاولى والوصف النسخه الثانيه، اللي فريق قوي بزاف وعنده خبره، وطحنا مع منظم البطوله جيكيتي الكوت ديفواري وتنزانيا. فالجروب ما غاديش يكون سهل وصعيب، ولكن غادي نخدموا وغنامنوا بالحظوظ ديالنا، وان شاء الله كنتمنوا الخير باش نوصلوا ان شاء الله لابعد نقطه في دوري ابطال افريقيا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربح الرياضه.